يعطيكم العافية. اليوم توفرت عندنا تشكيلة مميزة من منتجات شركة بنشميد، بنعطيكم فكرة عامة عنهم وتشوفون اللي يناسبكم من هذه التشكيلة. أول شيء راح ناخذ معاكم فئة الهنت من الأنصال الثابتة والمطويات، بعدها ننتقل إلى باقي الفئات. بالنسبة حق فئة الهنت عندنا أول شيء موديلات النصل الثابت. أول موديل عندنا هو موديل الراغورن. بخصوص هذا الموديل راح يكون بمعدن S30V مقبض من الجي 10 بلون الأودي جرين مع إجعاب الكايدكس. أيضا عندنا موديل فلاي واي. بخصوص هذا الموديل راح يكون بمعدن S90 ومقبض من الجي 10 بلون الأودي جرين. طبعا السكين راح تكون فول تانك، عبارة عن قطعة واحدة عليها مقابض الجيتن اللي تشوفونه. أما بالنسبة للموديل الثالث عندنا موديل الالتيتيود، راح تكون فول تانك بمعدن S90 عليها مقابض من الكاربون فايبر من الصوبين. بالنسبة للمطويات من فئة الهنت عندنا موديل غريزلي، السكين راح تكون بمعدن S30 في معاها هذا الهوك الإضافي، تقدرون تستخدمونه مع السكين بكل سهولة. الموديل الثاني هو موديل تاك داوت، هالمرة غيروا في نوع المعدن، صار بمعدن S45VN بالإضافة إلى مقابض الجيتن بلون الأودي جرين. أيضا سكينة التاك داوت لكن بإصدار مختلف، مقابض من الكاربون فايبر ومعدن الماجنا كات مطلي باللون البرتقالي، فصار عندكم أكثر من خيار مع سكينة التاك داوت، تقدرون تختارون اللي يناسبكم. وبالنسبة حق فئة البلو كلاس عندنا في البداية سكينة البوكو من السكاكين المميزة الأنصال الثابتة، اللي يميزها طبعا المعدن المستخدم هو معدن الثريفي. المقبض راح يكون من الربل، فراح تكون ثابتة بالإيد أثناء الاستخدام وراح تكون ممتازة من ناحية النصل. بالنسبة حق سكينة الميني باجاوت، هذه الثلاث ألوان الجديدة اللي نزلت من شركة بنشميد، تقدرون تختارون ما بينهم على حسب اللون اللي يناسبكم. فعندنا اللون الوردي الغامق بالإضافة إلى اللون الأزرق أو التركوازي، أيضا عندنا اللون الأحمر. طبعا السكين راح تكون بنفس المواصفات معدن S30، يختلف فقط الألوان الجديدة اللي نزلت. أيضا عندنا سكينة الميني براج ردت توفرت بمعدن S30 ومقبض من الجيتن. أيضا الميني أوزبورن ردت توفرت بإصدار مميز بمعدن S90 ومقبض من الكاربون فايبر. وآخر سكين عندنا من فئة البلو كلاس هي المنفريك بمعدن M4 مطلي باللون الأسود. وراح ندخل معاكم آخر شيء على فئة البلاك كلاس، لكن في البداية بنراويكم هذه الميداليات. توفروا حاليا بالثلاث ألوان، تقدرون تركبونهم على أي سكين على حسب اختياركم. بالنسبة لسكينة النصل الثابت من البلاك كلاس هي سكين نمرافس. السكين راح تكون مميزة من ناحية التصميم، هذا تصميم السكين بالإضافة أن معاها جعاب مميز عليه شعار الشركة. السكين راح تكون بمعدن M154CM بالإضافة إلى جعاب مميز تقدرون تستفيدون منه. وبالنسبة حق آخر سكين عندنا هي الميني أدامس، لكن بإصدار مختلف كليا عن الإصدارات القديمة. بداية عندنا المقبض من الماربل كاربون فايبر بالإضافة إلى معدن الماجنا كات بالنسبة للنصل، يعني سكين مختلفة بكل المواصفات من ناحية النصل بالإضافة إلى المقبض. هذه كانت تشكيلتنا من منتجات شركة بنشميد. بحط لكم لينك بعد هذا الفيديو للي حاب يطلب، أو تزورون الأفرع وتختارون اللي يناسبكم.
حياكم الله.